من هو دايلر السعودي؟ دايلر اسم ذاع في الآونة الأخيرة بين محبيه ومعجبيه في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هو شاب في مقتبل العمر احترف الغناء واهتواه وابدع في إنتاجه ونقل رسائله. اسمه عبد العزيز ربيع بليجان، من مواليد سنة 2001، من سكان العاصمة الرياض، سعودي الجنسية من أم كويتية وأب سعودي. تخرج من المدرسة الثانوية في سنة 2019 وينوي إكمال دراسة البكالوريا في تخصص المونتاج والإخراج. لدى عبد العزيز 3 أخوات وأخوين، هما ألاء وهلا ونجلاء وخالد وعبد الله. يذكر أن له لعبة تدعى حصيصة تشاركه في محتوى قناته ويدعي أنها ابنته. هل هلا عبد الله يا أختي دايلر؟ ظهرت الفاشينيستا الجديدة هلا عبد الله عدة مرات معه في قناته على اليوتيوب، أكدا فيها أنهما إخوة. وذكرت هلا أن اختلاف ملامح الشبه بينهما يعود للفارق العمري، حيث أنها أكبر منه ب10 سنوات. ولكن راحت بعض الأقاويل للتشكيك حول هذه العلاقة، حيث أنه بحسب صفحة هلا عبد الله في موقع ويكيبيديا أن اسمها الكامل هو عبد الله هلا عبد الله الأسمري، وأما دايلر فاسمه الكامل هو عبد الله ربيع دليجان. ولا نعلم عن صحة هذه المعلومة، ويرجح أن اسم هلا هو مجرد اسم حركي. تعود بداية دايلر في الشهرة لقناة يوتيوب أجنبية عمل فيها كمنتج أفلام سكيت بوردينج، يتقاضى جراء إنتاج الفيديو الواحد ما يقارب $350. ويذكر أن أول قناة افتتحها في سنة 2009، أي أنه كان يبلغ 8 من عمره، قناة ذات محتوى أجنبي وسماها دايلر تي في. وما إن شعر أنه احترف المجال قرر الانطلاق في نشر المحتوى العربي، وكانت بداية الانطلاق سنة 2016. يملك 3 قنوات في اليوتيوب ويعتبر ثالث أشهر يوتيوبر عربي، وتعود سبب شهرته لأغنيته الشهيرة صامولي. راحت الكثير من الإشاعات باتهامه أنه محبوس في السجن جراء قضية مخدرات، ولكن يعتبر مصدر هذه المعلومة غير موثوق ومجرد أقاويل وادعاءات قد تكون باطلة. مع بداية جائحة كورونا في أبريل 2020، توقف دايلر عن نشر أي محتوى في قناته أو غيرها عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي. لم يوضح دايلر أو أخوه عبد الله وكيل أعماله عن سبب هذا الاختفاء، ولكن كان آخر فيديو نشره هو فعاليات الحجر الصحي أو أول مرة يطبخ في المنزل. وقع دايلر في حياته في ورطة واحدة بعد تصويرة لمقطع مازح وكأنه يقوم بتحميص قطته في المايكرويف، ولكن انتشر المقطع وقوبل بهجوم عنيف على السوشيال ميديا. شارك دايلر في حفل اعتزال لاعب الكرة الشهير كابتن نادي الهلال السعودي ياسر القحطاني في أوبريت غنائي مع المغني المصري تامر حسني. ومن المثير للحزن أنه تعرض للتنمر من قبل جماهير نادي الهلال السعودي بعد أن قام أحد المشجعين برفع حذائه ناهيك عن أهازيج الرفض الذي ضجت في الملعب. ذكر دايلر في فلوج في قناته على اليوتيوب قصة طريفة عن موقف حدث له أثناء إقامته في دبي. أراد أن يفاجئ صديقه بهدية ليوم عيد ميلاده، ولكن صديقه يسكن في كيمباوند ذو حراسة مشددة، وحاول التسلل إليه ولكنه أصبح في قبضة رجال الأمن. لم تحدد بالضبط حجم ثروة دايلر، ولكن صرح في مقابلته مع سوار شعيب أنه جنى من أغنيته الصامولي ما يقارب 100,000 ريال سعودي. ويذكر أنه يملك شقة في القاهرة، شقة في دبي، قصر في الرياض، والعديد من السيارات الفارهة. هذه أمامنا بعض من حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، سناب شات، إنستغرام، ويوتيوب.